بخير عليكم ومرحبا بكم في واحد الفيديو لي جديد. واحد الفيديو جديد في واحد النهار جديد عاوتاني. مازال حنا نفس البلاصه بنجا شهل في النهر ديال اتيتلان. دابا يلا فقت وخرجت نقلبوا على شي بلاصه ديال الفطور نفطر فيها. ما بغيناش نفطر في الاوتيل. المهم يلا حنا كنقلبوا على شي بلاصه نقضوا نفطروا فيها هذا الصباح باش نكملوا النهار ديالنا، باش غادي نمشيو لواحد البلاصه حتى هي اللي غتكون زوينه، غتكون عامره غير الطبيعه ديالها بحال واحد منتزه طبيعي. كما شفتوا حنا فطرنا هذاك الفطور اللي تيبيكالي غواتيماليان. من هنا من غواتيمالا كيكون فيه البيض، الطبخه ديال البيض والطبخه ديال التورتيه ديال المايز، الطبخه ديال البيض والطبخه ديال التورتيه ديال المايز. دابا غنحاولوا ناخذوا تيك توك باش نمشيو لواحد البلاصه. هذا هو التيك توك بحال واحد مثل المغرب، باش نمشيو لواحد لواحد ريزيرفوار ناتوريل اللي غادي ندوزو فيه تقريبا واحد الوقيته صغيره تما كل، ومن بعد عاد نرجعوا لهنايا ان شاء الله. ¿Qué espera? Para ir a la reserva de Atitlán, ¿cuánto me cobrarías? 10 por persona. Ah, perfecto. Vale, perfecto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ah, unos 10 minutos. Ah, okay. Ah, vale. Perfecto, gracias. No, mi camino está normal. Muy ¿ya? Bien. Sí, sí. اول حاجه دابا غنبداو بها في هذا الريزيرفوار، يعني في هذا البلاصه ناتوريل. غنبداو في واحد البلاصه دايرين فيها حاطين فيها غير ولا جامعين فيها ولا مربيين فيها غير الفراشات، يعني بلاصه غتكون عامره غير بالفراشات. حنا غنمشيو ليها ونستكشفوها ونشوفوا الفراشات اللي فيها كاينين تما كاينا، وناخذوا لهم شويه ديال التصاور وشويه ديال الفيديوهات من حتى هما. احنا دابا وصلنا للمكان ديال الفراشات اللي هو هذا. يلا ندخلو ونشوفوه كي داير. واو، البلاصة عامرة فراشات. واو واو، كنتمنى كتشوفو الفراشات كاملين اللي كاينين هنايا. شوف الفراشة كي دايرة. شفت الفراشة كدايرة عاوتاني هنايا. واه قداش، عمري ما شفت شي فراشة كبيرة هاد الحد. شفت الفراشة كدايرة عاوتاني. شفت الفراشة كدايرة. المهم حنا شفنا الفراشات استمتعنا بهم، ودابا نخرجوا عاوتاني نشوفوا شي حاجه هنايا عاوتاني، نكملوا الرحله ديالنا في هاد البلاصه. فريمون غتكون البلاصه واعره ما يمكنش. حنا وصلنا دابا لواحد البلاصه اللي فيها واحد الحيوانات بشكل صراحه عمري ما شفتهم، ما عرفتش شنو هما وما عرفتش السميه ديالهم. اللي هما انا غنوريهم لكم، ما عرفتش السميه ديالهم صراحه. كنظن في الجو برو ما كيبانوش مزيان، ولكن غنقلب الكاميرا اللي غتبينهم ليا مزيان وتشوفوهم معايا. صراحه واحد الحيوانات اللي بغيو بشكل عمري شفتهم كاع.
غاديين في هذا البريدج نقطعوه ومن تما كاينا نمشيو لبلاصه اخرى نقدروا نشوفوا شي حاجه اخرى في هذا البارك ولا هذا الريزيرفوار ولا في هذا لا ناتور. واو نتينا صاحبي بلاصة عامرة تيلا والله ما يمكنش. واو هاي تيلا عاوتاني ما عرفتش كتبان لكم هنا ولا لا. هاي كتبان هذا كتبان بلاصة عامرة تيلا عامرة. واو ماشي مشكل حنا دوزناه من هاد البلاصة ودابا نكملو باش نلقاو شي حاجة أخرى نلقاو شي حيوانات أخرين نلقاو شي لعيبة مهم نلقاو أي حاجة هنا نشوفوها كاملين. عرفتني هذا واحد آخر عرفتني هذا البريز هذا واحد آخر هذا اللي دزنا منو قبيلة راه هو ليه دابا هذا واحد آخر اللي أعلى منو وكاين حدا هاد هاد الشلالات اللي كنشوفو وديك الشلالة اللي الفوق كيبان لكم كنظن كيبان لكم الفوق. المهم احنا ندوزو من هاد البلاصة نقطعو بعدا لا هذا كيتحرك بزاف كاع مع طويل كيتحرك بزاف. ومازال واحد اخر عاوتاني الفوق هذا هو احسنهم حيتاش كاين موراه كاين الشلال ها هو كبير ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا ولكن المهم داير جهدي كنهضر مجهد على حساب الماء كنسمع كان انا تقريبا انا كنسمع غير الصوت ديال الماء. احنا سالينا الدوره ديالنا في هذا المنتزه صراحه كان زوين كان ما بهش مزيان كما شفتوا معايا احسن حاجه شفت في هذا البلاصه هما ديك الحيوانات وهذوك الفراشات اللي كانوا غيمو كانوا اكسترا اوردينير. غنحاولوا دابا غير نتمشاو تقريبا ماشي بزاف تقريبا تكون جايه واحد 20 دقيقه ديال المشي حتى نوصلوا للسنتر باش نقدوا نمشيو لواحد البلاصه واحده اخرى عاوتاني. الخوت حنا دابا جينا هنايا باش نركبو في هاد الباخرات الصغيورين باش نمشيو لسان بيدرو لواحد اي كما قلت لكم حنا ركبنا في هاد الفلوكة هي فلوكة كبيرة باش نقطعو من باناجاشيل الجهة ديال سان بيدرو يعني هذه هي باناجاشيل اللي كاين هنايا سان بيدرو هو اللي كاين مورايا باش نقطعو ليه تما كاين ان شاء الله ونشوفو هاد سان بيدرو كي داير حتى هو. هو غالبا ديال باناجاشيل جات هي زعما كتقول البلاصة اللي اقل توريستيك سان بيدرو هي البلاصة اللي توريستيك بزاف وحنا ما بغيناش نقولو البلاصة اللي توريستيك بزاف لقاش عارف البلاصة اللي كتكون توريستيك بزاف كتكون غالية داكشي علاش كنستنا البلاصة اللي فيها ماشي توريستيك بزاف. المهم دابا حنا كنتسناو بين يعمر هاد التمارات الفلوكة عاد نتحركو ان شاء الله لسان بيدرو ونشوفوها كي دايره دغيا ونرجعو بحالتنا عاوتاني لهنايا غالبا نقدو نتغداو تما كاين. I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time احنا وصلنا لضفة اخرى ديال هاد البلاصة صراحة بلاصة زوينة بزاف وراء قبيلة كانت كتصب الشا كما شفتو معايا كانت كتصب الشا غير نزلنا مشينا بالزربة بقيت نقلبو على شي بلاصة فين نقدرو ناكلو ولقينا هاد البلاصة اللي فغيمون واعرة بزاف ورخيصة مغالياش كما كنشوف هذا هو المنظر اللي اون فاس مع الطاولة اون فاس مع هاد المنظر.
Gracias, no, Pana. Adelante, el arco. Vale, gracias. اي دابا حنا راجعين من كاين داك المكان اللي كاينه صافي سالينا شبعنا وراجعين بحالنا حيت هاد البلاصه فريمون فيها حتى شي حاجه يدار فيها غير لي فيو اللي كما كتشوفوا معايا هنايا الفيو هو اللي واعر هو اللي زوين ماشي حاجه اخرى ما كايناش اوكي داكشي علاش دابا غنركوا عاوتاني في هاد اللعيبه ونمشيو بحال هكا تما كان على الله ان شاء الله نوصلوا بخير وعلى خير وحنا اخيرا وصلنا للضفه الاخرى فين دين عندنا اللوطين اللي رجعنا بحال عندنا البلاصه ديالنا صراحه بهذه الرحله ديال معاه في ذاك المسلوكه كتدوز صراحه كتدوز مع الدبه بالمزيان خاص غادي كيتزعزع غادي كيطلع بحال هكا غادي كيتزعزع يعني مغيم غادي منوي شي حاجه غاد المهم دابا غنحاولوا كنحاول غنمشي نيشان اللوطين باش نتاح شويه ناخذ دوشيه عليه ونتاح شويه وكاين واحد بيسين تما كاين فيه يعني سخون نقدر ناخذ داك نعوم شويه داك البيسين ديال اللي سخون وصافي وديك الساعه نسالي النهار ديالي ونمشي نعس نرتاح هذا المكان يعني هذا هو الاخر ديال الفيديو ديال اليوم شفتوا معايا النهار كيفاش داز وان شاء الله يكون عجبكم وكنتلاقاو في فيديو جديد فيديو اخر غيكون غدا ان شاء الله ونتلاقاو في نهار جديد ان شاء الله اي الخوت كما قلت لكم غادي نجي يكون واحد البلاصه اللي فريمون سبيسيال في هذا الاوتيل هي هذه البلاصه اللي حنا كنعوم فيها دابا نيت هذه البلاصه اللي هي غندور الكاميرا كما كتشوفوا معايا تما تقريبا سخونه ما بين 28 حتى 40 درجه والعمق ديالها متر و15 وهاد البلاصه كتكون سخونه يعني ناتوريل باش ناتوريل يعني سخون الماء سخون غير بالبركان يعني هاد الماء سخناتو يعني اللافا ديال البركان كما كتشوفوا معايا فريمون واعر بزاف كما كتشوفوا معايا فريمون واعر بزاف واه المهم نكمل نستمتع بالفيديو بهذا الماء اللي سخون والجو اللي برا بارد ومن بعد عاد نمشي للشمبر يلا تهلاو فراسكم بزاف ونتشافوا I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be.